الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في ليلة استشهاد أمير المؤمنين وسيد الموحدين عند الإمام الضامن ثامن الحجج، نقف اليوم مع شعب البحرين ومع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، لنقول له إننا معكم بالدم والجسد والروح، نقف جنبا إلى جنب سواء كنا في الوطن أو في المهجر أو في السجون، نحن معكم ومع قياداتنا نخوض هذه المعركة، المعركة الوجودية ضد النظام الغاصب للحقوق والمنتهك للأعراض والنواميس، النظام الخليفي والسعودي والأنظمة التي تسانده، النظام الأمريكي والبريطاني. نحن اليوم نقول كلمتنا بأننا مع حراك هذا الشعب، وغدا أيضا لنا كلمتنا. إذا حاول النظام أن يتجاوز الخطوط الحمر، نحن اليوم يا شعب البحرين لا نقف وحدنا، خط المقاومة امتدادا من الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها السيد القائد الخامنئي وقياداتها إلى العراق، لجميع الأحزاب والفصائل المقاومة، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى اليمن، جميعهم مع الشعب البحريني. نقول للشعب البحريني سيروا فالكل معكم، إن الله معكم، والقرآن وآل بيت رسول الله معكم يا شعب البحرين. نقف اليوم معكم، وغدا إن شاء الله نقف على تراب أرض البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.